الكلام. بغيت نعرف شنو هو السبب اللي خلى الجريمة تنتشر. هو السبب هو تعاطي الشباب المخدرات والانحراف فهمتيني، ولا دابا الدري كيحتاج الفلوس ولا شي حاجه ما كيلقاش منين يجيبهم، كيمشي يطلب من الام ديالو ولا الاب ديالو ما كيبغيش يعطيه كيقتلو. وعاوتاني انتشار الفقر فهمتيني والاميه والجهل، هذا هو اللي كيخلي هاد الظاهره ديال الجريمه غادي تنتشر بزاف. الاسباب ديال هاد الجرائم اللي كثرات اش غادي نقول لك اختي، الاولى هو كاين التخدير، التخدير من الدرجه الاولى، يعني التخدير اللي كنقول لك انا من الدرجه الاولى، وهو كاين واحد اليد اللي هي مسؤوله على هذا الشيء. حنا نقدروا كاع نقولوا راه غادي نحيدوه وغادي نبعدوا منه وكذا والى اخره، ولكن وحدين اخرين ما يقدروش يقولوا حكا راه خلينا نخليوه حنا الشعب يبعد منه، خص الشعب ديما يبقى مخدر. يعني كيسيو كيفاش الشعب يبقى مخدر، خص ضروري انا نشوفك مخدر ونشوفك دير الجريمه باش تجي لعندي وباش حتى انا نخدم. بنادم كيمشي كيخرج للزنقه كيربي والدي احسن التربيه، كيكبر كيوفروا ليه والدي اي حاجه في الدار ديالهم، كياكل كيشرب كيتكسى، ولكن ملي كيخرج للزنقه كيشوف شي حوايج اللي هما بشي شكل كيتعاشر مع ناس خايبين، كيتعاشر مع ناس ماشي هما في المستوى رفقه سيئه، وكيتعلم بزاف ديال الحوايج وكيولي كيتخدر. غادي نقول لك حيت حنايا مغاربه هي الكلمه اللي نقول، ما عنديش ما نقول، لان كنا مسطين كنا، ما كاينش شي واحد اللي عند بابا العقل كاع نهائيا، كل واحد تيفكر غا في الجريمه غا في الغدر غا في الويل غا في هذا في هذا. واحد ضرب قاتل سته بمطرقه ولا ما عرف شنو هو، قال سمعت قال لك قاتل سته بمطرقه ضربهم للراس. ويعني راه الجريمه في المغرب راه ولات عالميه ماشي غا في المغرب، وكثر شيء كثرات في المغرب الله يستر. السبب هو المخدرات وبلاد ما عنده ما يندار والمخدرات والفقر، هذا هو السبب ديال هادشي والعصاب وكلشي مساهم هادشي، حتى الدولة مساهمة بهادشي، كلشي مساهم، شي عايش شي ما عايش، وكاين نوض يدير شي جريمة باش يمشي يرتاح، هادشي اللي كاين. التخدير هو السبب الراجع لهادشي، كاينين واحد الناس اللي هما مسؤولين هما كيدعموا داك التخدير. راه الا بغيتو تشوفوا هذوك الناس اللي ما تشوفوش الناس اللي كيتخدروا، شوفوا داك اللي كيدعم التخدير. راه بحال مثلا الا نط ليا انا غير الربيعه في الدار وكان عندي الجليج ونط الربيعه وسط هذاك الجليج، اش خصني ندير هذيك الربيعه؟ خصني نحيدها ونعاود نرد بلاصتها الجليج. كذلك هو مثال هذاك الشيء اللي كينبت في مناطق اخرى وكيتقاد وكذا والى اخره، واش هذاك الشيء ما عارفينوش؟ مثلا انا كنتخدر كنخرج للزنقه كنلقاه، وملي كنخرج للزنقه كنلقاه كتجي كتوقف عليا انا اللي كنلقاه، ما كتمشيش عند هذاك اللي كيجيبو. قرقوبي لا يحليها شي لو حليها، راه عطا الله مشاكل فهمتيني، راه بنادم راه شبعان مشاكل، سير شوف هذا المغرب اللي عايش فيه مشيني واش غنقول لك، ولكن انت توصلت هذيك الدرجه قتل والديك ما قتلش والديك مشيني، واخا شكون ما عارف شنو داير، يعني شي يكون هذا راه مرض مريض نفساني مثلا بحال هكا شي يكون. كنظن ان الفقر والبطاله والمخدرات هما اللي خلاو الشباب ديال هذا الوقت هما اللي يرتكبوا بحال الجرائم، وكنطالبوا لهم انهم الله يهديهم ويحيدوا عليهم هذه البليه، وان شاء الله البلاد تزيد القدام ويكون خير ان شاء الله. التخدير وقوت المشاكل شي يخليهم مرض نفساني. كاين التربيه ديال الوالدين اولا، حيت الوالدين ما كيعرفوش يربيو ولادهم، وكاين اللي غير طالق ولادو، وكاين ثاني حاجه كاين المخدرات، المخدرات حتى هما مشكل، المخدر كيضرب مخدر صافي كيتلف ما كيعرفش شنو كيدير صافي كيدير جرائم، هادشي اللي نقدر نقول لك على هادشي. كاين الخط الاحمر الابيض وكاين الخط الاخضر وكاين الخط الاسود، سمعتي هذا راه خط اسود حنا اللي واصلين ليه، راه على الاقل كاين واحد 300 جريمه كتكون في العام، ما بين هذيك 300 جريمه كاينه واحد 150 جريمه ديال القتل، 150 جريمه اخرى ديال محاوله القتل العمد. وفهم